الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى. إخواني، هذا هو درسنا الخامس من سلسلة شرح دروس شرح ابن القاسم الغزي عليه رحمة الله. في الدرس الذي سبق توقفنا عن بعض خصال الفطرة، وهي أحكام السواك. في هذا الدرس بإذن الله جل وعلا نبدأ فروض الوضوء، أو فروض الوضوء، صح ولا نواقض الوضوء؟ صح، تمام. تحدثنا آداب استنجاء. ما شاء الله، ربما توقفت في مكان غير المكان الذي نواقض الوضوء. تمام. الوضوء تحدثنا عن تعريفه وبعض أحكامه. هنا وصلنا إلى نواقض الوضوء، وهي مفسدات الوضوء. مفسدات الوضوء، قال الشارح: فصل في نواقض الوضوء المسمات أيضا بأسباب الحدث. المسمات أيضا بأسباب الحدث. ويا ريته لو ترك لفظ بأسباب، لأن نواقض الوضوء هي الحدث. الحدث هو نواقض الوضوء والغسل، ما يوجب الغسل وما ينقض الوضوء هو الحدث، وليست سببا للحدث. الحدث أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، يمنع من صحة الصلاة بحيث لا مرخص، كما عرفنا على الحدث في دروسنا الماضية. يقول: والذي ينقض أي يبطل الوضوء خمسة أشياء. ذكر لنا الشارح هنا أمورا خمسة، ذكرها على أنها هي التي تنقض الوضوء. قال: أحدها، أي الأول من هذه الأمور الخمسة التي تنقض الوضوء، هي ما خرج من السبيلين. ما خرج من السبيلين، أي القبل والدبر، البول والغائض وغيرهما مما يخرج من هذين السبيلين، هما من نواقض الوضوء. قال: الذي يخرج من السبيلين حسب الاستقراء، وسبعة أشياء. سبعة أشياء: البول أولا، ثانيا الغائض، ثالثا الريح، رابعا الدم، دم الحيض ودم النفاس، خامسا المذي، سادسا الوذي. تقريبا ستة أو سبعة أشياء. تمام. يقول: ما خرج من السبيلين، أي القبل، وهو الذكر أو فرج المرأة، والدبر، من متوضئ، أي من شخص توضأ ورفع الحدث عن نفسه. فإن لم يكن هذا الشخص متوضئا، فلا وضوء ينتقض أصلا،
لأنه لم يكن متوضئاً أصلاً، لذلك قال من متوضئ، وأضاف حي، فالميت يغسل ويعمل له عملية الوضوء عند غسل الميت، فإذا خرج شيء من دبر أو قبل الميت فلا ينتقض وضوءه ولا ينتقض غسله، فهنا احترز من هذا وقال من متوضئ حي واضح، وهنا احتراز آخر وهو يعني ما يخرج من الدبر وما يخرج من القبل يجب أن يخرج عن إنسان يعني يعرف، إنسان واضح يعني. معتادا كان الخارج كبول وغائض أو نادرا كدم وحصى، فما يخرج من هذين السبيلين إما أن يكون شيئا معتادا يخرج من الإنسان كالعادة مثلا البول والغائض، وإما أن يكون شيئا نادرا لا يخرج من الإنسان من دبر الإنسان أو من قبل الإنسان عادة مثلا كحصى كحجر مثلا أو كحيوانات مثلا كدود، ربما يخرج من دبر أو قبل الإنسان الدود، لذلك قال أو نادرا كدم مثلا أو حصى. هذا الدم يمكن تحديده بالدم الخارج من الذكر مثلا أو من دبر الإنسان، لأن الدم الخارج من فرج المرأة دم الحيض والنفاس والاستحاضة، هذه الدماء دماء معتادة وليست نادرة نجسا كهذه الأمثلة أو طاهرا كدود. فهناك تفرقة بين ما يخرج من دبر وقبل الإنسان، قال ربما يكون الخارج نجسا، البول نجس، الغائض نجس، الدماء نجسة، وربما يكون طاهر، وهذا الطاهر إما أن يكون طاهرا مطلقا وإما أن يكون طاهرا متنجسا، لم يكن أصلا نجسا لكن أصابته نجاسة كالدود مثلا، الدود حيوان، حيوان طاهر، إذا خرج من القبل أو الدبر فنقول هذا متنجس، إن غسل ونظف يبقى غير نجس طاهر، أما بمجرد خروجه من هذا الممر أصبح نجسا. والشيء الآخر المني، المني نعتبر المني أنه غير نجس، لماذا؟ لأنه أصل خلقة الإنسان، والله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، فلا ينبغي وصف هذا الإنسان المكرم أنه خلق من شيء نجس، لا ينبغي أن نصف هذا الإنسان المكرم أنه خلق من شيء نجس، تمام، إلا المني الخارج باحتلام. هنا أخرج المني الخارج باحتلام، والاحتلام هو عندما ينام الإنسان وتتلاعب عليه الشياطين يخرج هذا المني بهذه الكيفية. المني الخارج بزواج أو جماع حلال غير المني الخارج باحتلام، كما يعني يوضح الشيخ، يقول هنا أود أن أنبه على شيء. الأنبياء عليهم السلام حتى غائضهم ليس نجسا، البول وغائض الأنبياء ليس نجسا، هذه صفة اختصها الأنبياء دون بقية البشر. يقول
إلا المني الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعده، أي جالس جلسة يعني معتدلة ويعني دبره على الأرض بحيث لا تخرج الريح بهذه الكيفية بهذه الجلسة فلا ينقض. هنا الشيخ يذكر مسألة، وهي أن المني إذا خرجت من إنسان وهذا الإنسان نام وهو متمكن مقعده من الأرض، هو جالس جلسة يعني عجيبة، هذا الإنسان نائم وجالس وهذه الجلسة هي الجلسة التي ذكرناها المتمكن مقعده من الأرض، فإذا احتلم هذا الإنسان وخرج منه مني نقول هذا الإنسان لم ينتقض وضوءه، لا زال على وضوئه. لكن هناك شيء آخر، هذا الإنسان يجب عليه أن يغتسل لأنه عليه جنابة وغسل جنابة، فعندما نعمل غسل الجنابة نتوضأ قبلها ثم نغتسل، فهذا الإنسان متوضئ لكن عليه غسل الجنابة الحدث الأكبر وليس عليه الحدث الأصغر. والمشكل إنما ينتقض وضوءه بالخارج من فرجيه جميعا. المشكل هو الإنسان الذي له آلة الذكورة الذكر وآلة الإناث الفرج، هذا الإنسان يجمع بين الآلتين، يعني له هذه الآلات التي تعرف بين الجنسين، فهذا المشكل إذا خرج منه شيء أيا كان هذا الشيء ينتقض وضوءه ولو كان منيا ولو كان متمكنا مقعده من الأرض ولو كان باحتلام، هذا لا فرق في ذلك، لأننا صعب أن نميز ما الذي خرج من هذا الإنسان، هل نعتبر الخارج من هذا الإنسان كرجل مثلا احتلم أو كامرأة، يعني هذه الصعوبة يقول الفقهاء نعتبر كل ما يخرج من فرجيه ينتقض أو ينقض وضوءه. والثاني هذا هو كان النوع الأول الخارج من السبيلين. الشيء الثاني من نواقض الوضوء هو النوم على غير هيئة المتمكن، النوم على غير هيئة المتمكن، ذكرنا هيئة المتمكن أنها لا تنقض وضوء الشخص، أما على غير هذه الهيئة فهي من نواقض الوضوء. والذي أود أن أشير إليه في هذه النقطة هي الفقهاء غالبا يتحدثون يقولون هذا الإنسان الذي نقول هو متمكن مقعده من الأرض لا بد أن لا يكون إنسانا نحيفا جدا أو سمينا جدا، ينبغي أن يكون إنسان معتدل لأن النحيف جدا جدا ربما ليس له الآلية أو الأعضاء التي تثبت الدبر على الأرض وتمنع من خروج الريح، ليس له هذه الدبر يعني الخلفية، وربما الإنسان السمين جدا أيضا يخرج من هذه لأنه ربما لا يعرف إذا خرج منه هذا الريح. تمام. قوله النوم لغير الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا،
هذا الحديث يدل على أن الأنبياء حتى لو ناموا فالنوم هو يعني لأعينهم وليس على قلوبهم. فهذه الغشاوة على القلب التي تجعل الإنسان لا يعرف ما يخرج من دبره أو ما يعني هل ينتقض وضوءه أم لا ليست على الأنبياء. وهو ستر العقل، النوم يستر أو يغطي على العقل ويرتخي الأعضاء فيصعب على الأعضاء التحكم. تمام. قال: وفي بعض نسخ المتن زيادة من الأرض، يقول: النوم على غير هيئة المتمكن من الأرض. فهناك لو قلنا من الأرض خرج إذا كنت متمكن مقعدك وتجلس على كرسي، هذه يعني تخرج، لكن الأصح أن المقعد أو الأرض ليس شرطا، ليس شرطا، الشرط هو التمكن على غير هيئة، على هيئة المتمكن، هذا هو الشرط وليس أن تكون على الأرض. والأرض ليس، ذكر الشيخ هنا، والأرض ليست بقيد، الأرض ليست بقيد. وخرج بالمتمكن ما لو نام قاعدا، لو نام قاعدا غير متمكن، مثلا لو حرف جسمه من إلى اليمين أو الشمال، أو لو كان يعني ينام على شيء يعني ربما أمامه أو خلفه، لم تكن هذه الجلسة جلسة المتمكن على المقعد أو على الأرض. قال: ما لو نام قاعدا غير متمكن، أو نام قائما، أو نام قائما، هل يمكن أن ينام الإنسان وهو قائم؟ ربما يعني تصلح لبعض البشر. أو على قفاه، أو على قفاه، يعني إذا كان نائما وهو على وجهه مثلا. القائم يعني نومه أو جلسة غير المعتدلة غير المتمكن كلها من الأمور التي تنقض الوضوء. قال: أو على قفاه ولو متمكنا، ولو متمكنا، وهو غير قاعد، وهو غير قاعد، ويعني يصعب أن يكون متمكن إذا كان غير قاعد أصلا. هذا هو الشرط الثاني، الشرط الثاني الناقض الأول كان الخارج من السبيلين، والناقض الثاني هو النوم على غير هيئة المتمكن. الثالث هو زوال العقل، زوال العقل. الناقض الثالث هو أن يزول العقل، أي الغلبة عليه بسكر أو مرض أو جنون أو إغماء أو غير ذلك. ذكر هنا الشارح أمورا يمكن أن تغطي على عقل الإنسان وتخرجه من دائرة المعرفة والتنبه لما يدور حوله. يقول: زوال العقل، فإذا زال العقل زال تحكم الإنسان لأعضائه، زال تحكم الإنسان لأعضائه، وصعب أن يعرف الإنسان ما يفعله إذا كان العقل غير موجود، إذا كان العقل غير موجود. وهنا أخذ العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في المرض الذي توفي فيه كان يغمى عليه، فكان يطلب دلوا أو وعاء من ماء ويرش عليه، يقول: هل أقيمت الصلاة؟ ثم يغمى عليه
ثانية. فهذا التطهر بهذا الماء والاستعداد لهذا لهذه الصلاة كانت دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن الإغماء وزوال العقل من الأمور التي تنقض الوضوء. الرابع، لمس الرجل المرأة غير المحرم. هذا اللمس يعني مسألة خلافية بين العلماء، هل ينتقض الوضوء بمجرد لمس اللامس أم لا ينتقض؟ الشافعية يقولون إذا مست بشرة الرجل بشرة المرأة فهذا الوضوء قد انتقض. هذا هو موقف مذهب الشافعي، الإمام الشافعي. الحنفية يقولون العكس، يقولون لو مس الرجل المرأة لا ينتقض وضوء، لو كان المس أيا كان يعني. هذا هو قول الحنفية. الحنابلة والمالكية يفرقون بين نية اللامس إذا كانت بشهوة، إذا مس الرجل المرأة بشهوة يقولون انتقض وضوءه، أما إذا لم يمسها بشهوة، مثلا لو كان يمشي ولامست يده المرأة بغير قصد عن غير قصد يقولون هذا وضوءه لم ينتقض. ولعل قول المالكية والحنابلة أقرب إلى الصواب، لأننا مثلا في الحرم في الطواف صعب أن تبتعد عن الإناث، هناك الكثير من الأخوات يطفن بالبيت الحرام، وربما يدك تلامس شخصا وتنتبه أنها امرأة، فلو قلنا أن وضوءك انتقض لا يعني كان كل من يطوف يخرج ليتوضأ ويرجع، وهذه صعوبة، هذه صعوبة. فهذا اللمس قيده الشيخ بغير المحارم. المحارم هنا نفرقهم إلى ثلاثة أقسام، محارم الإنسان نفرقهم إلى ثلاثة أقسام: محارم بالنسب، ومحارم بالمصاهرة أي بالزواج، ومحارم بالرضاعة. محارم بالرضاعة، محارم. وأيضا يمكن أن نفرق المحارم أيضا إلى قسمين: محارم مؤقتة ومحارم دائمة، من كانت حرمته دائمة. مثلا أم الزوجة حرمتها دائمة صح، أما أخت الزوجة فحرمتها مؤقتة، يعني وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهذه الحرمة مؤقتة، ما دامت الزوجة في عصمتك فأختها لا تجوز لك، أما إن طلقتها فيحل لك الزواج من أختها. فبعض العلماء يقولون إذا كان هذا القيد يعني المحارم التي نقول حرمتها مؤقتة ينقضون الوضوء، أما المحارم التي نقول حرمتها أبدية لا ينقضون الوضوء. يقول والرابع لمس الرجل المرأة غير المحرم ولو ميتة ولو لم تكن على قيد الحياة. والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة عرفا. هنا يريد الشيخ أن ينبهك على ما يعنيه بالرجل والمرأة، يقول هو ذكر أو أنثى
بلغ حد الشهوة، أي مرحلة يشتهى هذا الإنسان، يعني حد البلوغ، حد البلوغ. فأخرج بهذا القيد من الصبي، لو لمست صبيا أو صبية لم تصل إلى مرحلة الاشتهاء نقول هذا الوضوء لا ينتقض، وهذا يعني يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. ربما البنت التي عمرها 7 سنوات لا يشتهى، أما 9 سنوات في بعض البيئات ربما يشتهى، ربما تكون يعني ناضجة وربما بلغت ويعني وصلت إلى حد الحيض، فهذه ترجع إلى عرف المجتمعات. تمام حبيبي، تفضل. مسألة الزوجة، مسألة الزوجة، الشافعية يقولون الزوجة تنقض الوضوء، الزوجة تنقض الوضوء. أما هذه المسألة لابد أن نذكر بعض الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كانت زوجات، عائشة رضي الله عنها وأرضاها روت أنها في ليلة من الليالي استيقظت وظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذهب إلى بعض أزواجه، وهذه الليلة كانت ليلتها، فبحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، فلامست يدها النبي صلى الله عليه وسلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو ساجد، فعرفت أنه يصلي، والبيت كان مظلم، فعرفت أنه كان يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من صلاته، لم يقل لماذا لمستيني، لماذا فعلت كذا، لم يذهب إلى الوضوء أو ليجدد الوضوء. هذا حديث. الحديث الثاني، عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويذهب إلى المسجد ويؤم المصلين، بل في اعتكافه. كانت حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من المسجد النبوي، فكان يخرج رأسه من المسجد ويقبل بعض نسائه وهي عائشة، ويرجع والمسلمون أقاموا الصلاة وينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمه، فيرجع ويصلي بالناس. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أن الزوجة تنقض الوضوء. فالراجح، الراجح والأقرب إلى الصواب أن الزوجة لا تنقض الوضوء، هذا هو الراجح. وهناك صعوبة في الابتعاد عن الزوجة وقول إنها تنقض الوضوء، لأن الإنسان الذي يعيش معك كل الوقت يصعب أن تبعده عن نفسك وتفكر هل نقض وضوءك أم لا، كل هذه من الصعوبة بمكان. تمام. هنا أريد أن إن شاء الله أنبه، اختلف العلماء في نقض الوضوء في هذه المسألة الثالثة. ذكرنا يعني أولا الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لمس الرجل المرأة غير المحرم، غير المحرم. دعني أكمل بالأول قبل أن إن شاء الله أنتقل إلى المسألة الثانية. والمراد بالمحرم من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة، هذه الثلاثة التي يحرم نكاحها. وقوله من غير حائل يخرج ما لو كان هناك حائل، هذه المسألة مسألة خاصة بمذهب الإمام الشافعي، يقولون لو صافحت المرأة وعلى يدك لفافة أو على يدك شيء ولم يمس بشرتك بشرة المرأة، هذه لا ينتقض وضوءك.
هذه قاعدة خاصة للشوافعي، وربما بهذا استباح الكثير من الرجال أن يصافحوا المرأة، وربما ترى من الشيوخ وكبار السن في جاليتنا مثلا يعني المرأة تضع ثوبها على اليد وتقول السلام عليكم بهذه الكيفية، هذا يعني مما لا يشترك معها بقية المذاهب وبقية العلماء. يقولون لو كانت المصافحة أو لو كان اللمس من غير حائل أي مباشرة البشرة بالبشرة هذا ينقض، أما لو كان هناك شيء يفصل بين البشرتين نقول فلا نقض حينئذ، أي فلا ينتقض الوضوء. والخامس وهو آخر النواقض، هذا هو المسألة التي أود أن أتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله، مس فرج الآدمي بباطن الكف. باطن الكف هي هذا الجزء الأبيض، هذا الجزء لو لمس الإنسان بفرجه نقول هذا الإنسان انتقض وضوءه من نفسه أو غيره. لو كان هذا الفرج هو فرجه ولمسه نقول انتقض وضوءه. لو لمس فرج إنسان آخر أيضا نقول انتقض وضوء اللامس وليس الملموس، الإنسان الذي لمسه ينتقض وضوءه، أما الإنسان الملموس كيف ينتقض وضوءه وما فعل شيء. ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا، كل هذه لا يعني تميز شيء. وبهذا لو غيرت حفاظة من صبي أو صبية ينتقض وضوءك على قول مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ولفظ الآدمي ساقط في بعض نسخ المتن، في بعض نسخ متن أبي شجاع لم يرد لفظ الآدمي، وكذا قوله ومس حلقة دبره أي الآدمي ينقض على القول الجديد، ليس اللمس على الفرج فقط، بل لو يعني لمس إنسان حلقة الدبر مكان خروج الغائض لو لمسه أيضا ينتقض وضوءه، وهذا هو على قول الجديد للإمام الشافعي. نعرف أن الإمام الشافعي له قولان، قول قديم أفتاه في العراق وقول جديد أفتاه في مصر، هذا القول الجديد. وعلى القديم لا ينقض مس الحلقة، هنا أود أن أنبه، اختلف أهل العلم في نقض الوضوء بمس الذكر بدون حائل على أقوال، أهمها قولان. القول الأول مس الذكر بدون حائل ينقض الوضوء، هذا ذهب إليه مذهب الجمهور، وهم المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قالت طائفة من السلف واستظهره الشوكاني، ومن المعاصرين اختاره الإمام ابن باز عليه رحمة الله. القول الثاني مس الذكر بدون حائل لا ينقض الوضوء مطلقا، من قال هذا المذهب؟ الحنفية. دائما لو ذهب الجمهور من جهة يعني يذهب الأحناف من جهة أخرى، قالوا لا ينقض وهو مذهب الحنفية، وقول أيضا بعض المالكية، بعض أصحاب من مالك، ورواية عن الحنابلة، وبه قال الطائفة منهم ابن تيمية عليه رحمة الله، شيخ الإسلام ابن تيمية، منهم ابن المنذر، منهم ابن عثيمين، واستدلوا الحديث الذي ورد من النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن
مس الذكر قال هو بضعة منك، هو بضعة منك، هو جزء منك. هذا الحديث استدلوا به وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هو عضو من أعضائك، هو عضو من أعضائك. فالمسألة مسألة خلافية، مسألة خلافية، لكن الراجح والله أعلم أنه ينقض الوضوء. ودائما هناك قاعدة أتبعها، إذا قيل لي هذا الشيء ينقض وضوءك أو لا ينقض، أذهب مع من يقول ينقض وضوءك، لأنني أريد أن أحتفظ بوضوئي. فلو قيل مذهبان أحدهما يسهل والآخر يصعب، أذهب مع الصعب فأسلم من أي شيء آخر يمكن أن يأتي إلي. تمام. والمراد بها ملتقى المنفذ وبباطن الكف الراحة مع بطون الأصابع، وخرج بباطن الكف ظاهره. يقول هنا يعني يوضح الشيخ، يقول ملتقى المنفذ أي مكان خروج الغائض، حلقة الدبر هي مكان خروج الغائض، وباطن الكف نعني هذا الجزء الظاهر من الكف معه الأصابع أي مع بطون الأصابع. وخرج بهذا لو لمست ذكرك بظاهر الكف، لو لمست ذكرك بظاهر الكف هذا نقول وضوءك لا ينتقض. وحروفه ورؤوس الأصابع هنا وما بينهما من فلا نقض بذلك أي بعد التحامل. يقول الكيفية التي ينتقض وضوءك بمس الذكر أو حلقة الذبر هي لو لمستها بباطن الكف، أما لو لمستها يعني أطراف الأصابع أو لمستها بظاهر الكف أو لمستها بهذه المنطقة بين الأصابع فهذه كلها لا ينتقض وضوءك بها. هذا هو ما يريد أن يشرح به الشيخ. فصل في موجب الغسل، فصل في موجب الغسل. يمكن أن نقول موجب بكسر الجيم، ويمكن أن نفتحها ونقول موجب موجب. فالموجب هي الأسباب، الأسباب التي يترتب عليها طلبه، والموجب هو الفعل ليصح، يعني ما الذي يطلبه الغسل، الفعل الصحيح، فعل الصحيح الواجب فعله. هنا هو مقصد من مقاصد الطهارة، ذكرنا المقصد الأول وهو الوضوء، وهذا هو المقصد الثاني وهو الغسل. الغسل موجب الغسل، فالموجب هو سبب الغسل والموجب هو أن تغتسل. والغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا، يقال الغسل أن يسيل الماء على الشيء مطلقا، يعني كل الشيء أن يعم الماء على جميع البدن، نقول هذا غسل، هذا غسل. وشرعا هذا في اللغة، وشرعا أي في الاصطلاح سيلانه على جميع البدن بنية مخصوصة، بنية مخصوصة، لأن الذي يميز بين العبادة والعادة نقول قلنا النية هي التي تميز بين العبادة والعادة. فهذا الغسل الذي طلب منا شرعا إما لأنه واجب كالغسل من الجنابة أو غسل من الحيض والنفاس أو من الاحتلام مثلا، هذا الغسل هو عبادة يطلب منا على نية مخصوصة وهي نية رفع الحدث، وهي نية
رفع إلى حدث، أو أن يكون مسنونا كالغسل لصلاة الجمعة أو للعيدين أو للاستسقاء أو لغيرهما، وهذا الغسل أيضا نفعله بنية السنة أو الندبة، يعني هو مندوب والسنة ما ننتظر من الله سبحانه وتعالى الثواب في فعلها. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، الذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة منها تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين، التقاء الختانين. هنا ذكر بدأ الشيخ بعد الأسباب الستة التي توجب الغسل، فقال ثلاثة منها تشترك فيها الرجال، يشترك فيها الرجال والنساء، أي يمكن أن يصيب الرجل ويمكن أن يصيب المرأة، هذا الشيء مشترك. أول هذه الأشياء هو التقاء الختانين، التقاء الختانين، وهو الجماع، الختان هو مكان القطع. هنا عبر الشيخ بالختانين، ونعرف أن ختان الرجال واجب، صح؟ لأنه من شريعة ما قبلنا، كان النبي إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أثبت ذلك. الختان من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، ومشروعيته إجماع، إجماع من علماء المسلمين. اختلف العلماء بعد مشروعيته بالجملة على حكمه، هل هو واجب أم سنة، أم سنة مؤكدة؟ فذهب مالك والشافعي وأحمد أنه واجب على الرجال، هو قول الجمهور، يقولون واجب على الرجال. بل إمام مالك عليه رحمة الله يقول من لم يختتن لم تقبل إمامته، لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. الرجل غير المختوم لا يجوز أن يؤم المسلمين ولا يقبل شهادته في المحاكم. لماذا؟ بسبب عدم الختان. وبعضهم قال سنة كأبي حنيفة وأبي الحسن، وهو من تلامذة أبي حنيفة، قال سنة وليست واجبة. أما في الإناث هل هي واجب؟ في الإناث تمام. دعونا، في حديث صححه أبي داود في سننه من حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضها، قالت إن امرأة كانت تختن بالمدينة، كانت تختن الإناث بالمدينة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل. هذا الحديث يدل على أن هناك امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تختن الإناث، وطريقة الختن للإناث كانت قطع جزء صغير من البظر، من البظر، وهي الجزء الأعلى من فرج المرأة، ويقال هذه منطقة هي منطقة الإحساس، منطقة الإحساس، فكانت تقطع قليلا من هذه اللحمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي، أي لا تقطعي كله، لا تتجاوزي الحد، لا تقطعي كله. وسبب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا ينبغي أن يقطع كل هذه اللحمة، قال فإن ذلك أحظى للمرأة، أي أكثر شعورا ولذة للمرأة في الجماع، وأحب للبعل، والرجل يحب أن تشعر زوجته بممارسة
الجماع معه. وهناك حديث آخر ورد في أبو داود قال عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة وقد عرفت بختان الجواري، فلما زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم حبيبة هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ يدك اليوم يعني هل لازلت تمارسين ما كنت تمارسينه في الجاهلية من ختان الإناث؟ قالت نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فتنهانا عنه، إذا كان حرام نتوقف عن فعله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو حلال. وقال أيضا في حديث آخر يا نساء الأنصار احتفظن أي اختتن افعلن الختان ولا تنهكن أي لا تبالغن في الخفاض، أي لا تقطعن الكثير من هذه اللحمة. هذا رواه البيهقي في شعب الإيمان. هذه الأحاديث تدل على أن ختان الإناث سنة، حلال. ولو تركت البنت بدون ختان أيضا لا بأس بذلك. أما الذي ينبغي أن ننبه عليه هو الختان الذي يسميه بعض المجتمعات المسلمة الختان الفرعوني. هذا الختان حرام، يعني يقطعون كل هذه اللحمة وربما يخيطون الفرج أيضا، وهذه العملية غالبا تحدث في مصر، تحدث في موريتانيا، تحدث في الصومال، تحدث في كثير من دول الشرق الأوسط. هذه العملية يعني تذهب إلى حد أن تموت البنت في أول حمل لها غالبا، يعني وهناك يعني مشكلة كثيرة في عملية الزواج. قال فهنا يعني عبر بالتقاء الختانين أن الرجل والمرأة مختونان، هنا عبر الختانين. ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج حي واضح غيب حشفة الذكر منه أو قدرها من مقطوعها في فرج هنا يتحدث الشيخ ما هو التقاء الختانين، فيقول دخول الذكر في فرج المرأة، وهذا أخذ من حديث الذي أورده الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أي إذا أراد الرجل أن يجامع المرأة وجلس بين أرجلها وجهدها أي فعل معها الجماع فقد وجب عليه الغسل. ويعني لا ينظر هل أنزل أم لم ينزل، مجرد الدخول هو موجب من موجبات الغسل. أو قدرها من مقطوعها يعني جزئها من الجزء الآخر من فرج المرأة. ويصير الآدمي المولج فيه جنبا بإيلاج ما ذكر، هنا الإنسان الذي فعل الإيلاج وهو الذكر والمرأة التي فعل بها كلاهما يصبح عليه غسل الجنابة، يكون جنبا. أما الميت فلو ذهب رجل مثلا إلى امرأة ميتة وفعل معها الجماع، نقول هذه المرأة إن غسلت ونظفت
لا نقول يجب إعادة غسلها، لا نقول. أما الرجل فهو جنب وهي لن تكون جنبا لأنها غير حية، ميتة يعني، فلا يعاد غسله بإيلاج فيه، بإيلاج فيه. غالبا الفقهاء يتحدثون عن مسائل يعني صعبة، صعبة الحدوث، لكن ربما تحدث، ربما تحدث. وأما الخنث المشكل الذي لا يميز هل هو ذكر، فضل حبيبي، هل يجوز؟ لا، حرام. أيوة حرام، حرام. أصلا عقد الزواج، عقد الزواج حتى لو كانت زوجتك، عقد الزواج ينقطع بالموت. فإذا مات الإنسان هذه البنت لا تحل له أن يعني يستمتع بها، لا تحل له. أما غسلها يعني هل يمكن أن يغسل الرجل زوجته إن ماتت؟ نعم. عائشة رضي الله عنها قالت لو كنت يعني أعرف، لو كنت يعني مميزة ويعني أدرك هذا لغسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت يعني بنت في عمر 18 سنة، ويعني موت الرسول صلى الله عليه وسلم كان صعبا عليها، لم تفكر أن تغسله، بل ما كانت تستطيع أصلا لصغر سنها ولمصيبة المصيبة التي يعني لكبر المصيبة التي حدثت. تمام. وأما الخنث المشكل فلا غسل عليه بإيلاج حشفته ولا بإيلاج في قبله. إذا كان الإنسان له آلة الذكور وآلة الإناث كلاهما، فلو كان له الآلتين، فإذا أدخل حشفته في مثلا فرج امرأة أو يعني قبوله، لو استخدم يعني هو أو استخدم فلا غسل عليه، فلا غسل عليه، لأن هذا الإنسان يعني جنسه غير واضح، جنسه غير واضح. يقول الباجوري في حاشيته، يقول لأنه أجنب ولا بد، فإنه فإن كان رجلا فقد أجنب بإيلاج حشفته في غيره، وإن كان امرأة فقد أجنب بإيلاج غيره في قبوله. فيقول فعليه الغسل، وهو من شروح هذا الكتاب. أما ابن القاسم يقول فلا غسل عليه، فلا غسل عليه. هذا هو القسم الأول التي يشترك فيها الرجال والنساء، وهو الجماع. ومن المشترك أيضا إنزال المني، إنزال المني أي خروج المني من شخص بغير إيلاج، وإن قل المني كقطرة، كقطرة. هنا يذكر الشيء الثاني، الشيء الأول كان هو الجماع، يجب على المجامع والمجامع عليه، أو الرجل والمرأة كلاهما يجب عليهما غسل الجنابة. الشيء الثاني هو لو أخرج الإنسان منيا، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. نعرف أن للرجال مني، هل للنساء مني؟ أها شيخ، كيف؟ هناك فروق بين مني المرأة ومني الرجل من حيث الشكل. مني المرأة يميل إلى الاصفرار، ومني الرجل يميل إلى البياض، يميل إلى البياض. مني الرجل ثخين، ومني المرأة يعني مايع سائل. أم سلمة روت الحديث الذي أورده النسائي في سننه، أن امرأة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق،
هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم، إن رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت أتحتلم المرأة؟ قال رسول الله ففيما يشبهها الولد. يعني في عهدهم لم يكن يتصورون أن للمرأة مني، فقال من أين يأتي شبه الولد بأمه إذا لم يكن هناك مني؟ ويعني في عصرنا أثبت الأطباء أن هناك جينات، أن هناك مني يأتي من المرأة ويأتي من الرجل. فإذا يعني اجتمع ربما يكون الولد ذكر وربما يكون أنثى الطفل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يهودي فقال كيف نعرف أو كيف يعني يخلق الطفل ذكرا أو أنثى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع مني الرجل بمني المرأة وعلى مني الرجل أصبح هذا الطفل ولدا، أما إن علت مني المرأة أصبحت بنتا. يعني أيهما يعني يأتي منيه أولا يكون له جنس الطفل، جنس الطفل. تمام. يقول خروج المني من شخص بغير علاج، يعني بغير جماع، هذا المني خرج باحتلام مثلا، احتلام، احتلم الإنسان الرجل أو المرأة احتلم، يعني لم يفعل الجماع، فخروج المني وحده من موجبات الغسل، من الأشياء التي توجب الغسل. وإن قل المني كقطرة مثلا، لو كان المني مجرد نقطة نقول هذا الإنسان يجب عليه أن يغتسل. ولو كانت على لون الدم، لو لم تكن على اللون المألوف للمني، لو كانت مثلا على لون الدم أحمر، قطرة حمراء مثلا، ولو كان الخارج بجماع، كان الأفضل ألا يورد هذا المقطع، لأنه أصلا ذكر نقطة أخرى وهي التقاء الختانين، وهذا كان الجماع، فلا حاجة أن يقول ولو كان بجماع. ولو كان بجماع هذه يعني إضافة، يعني لا نحتاجها في هذه النقطة أو غيره. في يقظة أو نوم بشهوة أو غيرها من طريقه المعتاد. مثلا لو أخرج هذا المني في نوم كاحتلام مثلا نقول عليه الغسل. أو يقظة كالاستمناء مثلا، الاستمناء، والاستمناء ما حكمه؟ والدليل عليه؟ ما شاء الله، إلا على أزواجكم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك، أي ما عدا الزوجة وملك اليمين لا يجوز للإنسان أن يستمتع به. فلذلك العلماء قالوا بحرمتها. وهناك أضرار نفسية وأضرار صحية لهذه العادة السرية أو غيره. في يقظة أو نوم بشهوة أو غيرها، بشهوة أو غيرها من طريقه المعتاد، أي من طريقه المعروف، أو غيره. مثلا لو أخرج منيا بثقب مثلا جانب الذكر، يعني بطريقة ليست بالطريقة المعتادة، كلها يعني تنقض، يعني توجب الغسل. كأن انكسر صلبه فخرج منيه. هناك اعتقاد لدى الفقهاء في عصره، كانوا يعتقدون
أن هناك وعاء بظهر الرجل يتجمع فيه المني، مني الرجل كله، فقال لو حدث حادث وانكسر ظهر الرجل وخرج المني كله فهذه توجب الغسل، لكن الأطباء أوضحوا أنه لا يوجد مكان يجتمع فيه المني بهذه الطريقة. غالبا العلماء يفتون بما يعرفون، وهذه مسألة طبية يعني تطور الطب في وقتنا يعني لا يوجد. هذه الأمور كم ذكرنا؟ ذكرنا التقاء الختانين وذكرنا إنزال المني وذكرنا الثالث. ومن المشترك أيضا، ومن المشترك أيضا الموت إلا في الشهيد، إلا في الشهيد. هذه الأمور التي توجب الغسل التي يشترك فيها الرجال والنساء هم يعني التقاء الختانين وإنزال المني، والثالث هو الشهيد، هو الموت. الموت إذا مات الإنسان وجب عليه غسل، وجب عليه غسل، لكن لم يعني وجب أن يغسل هذا الميت. هناك ميتان أو ميت لا يغسل وهو الشهيد الذي مات في المعركة، الذي مات في المعركة. هنا أود أن أذكر إذا مات الإنسان في الحج وهو محرم أو في العمرة ما الذي نستطيع أن نفعله؟ هل يجب غسله؟ هل يجب تكفينه؟ ذكرنا أن الشهيد لا يجب غسله ولا يجب تكفينه، يعني يغطى بأي شيء، لكن الأفضل أن نكفنه إذا وجدنا شيئا. مصعب بن عمير لم يوجد ما يكفن به، ووضع خرقة على بعض جسده والبعض الآخر وضع عليه أوراق النباتات. فالميت في الإحرام في أعمال الحج أو العمرة نقول، هناك حديث ابن عباس الذي أورده البخاري في صحيحه قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو أوقصته، يعني ضربت على يعني عنقه ومات، مات هذا الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، الثياب التي ثياب الإحرام، كفنوا هذا الإنسان بثياب الإحرام، ولا يجب يعني أن يبحث له كفن، هذه الثياب كافية. ولا تحنطوه، أي لا تضعوا عليه شيئا له رائحة. ولا تخمروا رأسه، أي لا تضعوا الثياب على رأسه، يجب أن يكون رأسه عاريا كما كان، لا ينبغي أن يضع على رأسه شيء حال إحرامه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة وهو يقول لبيك اللهم لبيك. هذا هو في الإنسان الذي مات في الحرم. وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض، أي الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين، والنفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة فإنه موجب للغسل قطعا. هنا ذكر الشيخ الأمور التي تختص بها النساء وهي ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء. ذكر الأول الحيض، الحيض وهو أول
هذه الأمور، وهو الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين على سبيل الصحة، نضيف هنا على سبيل الصحة، لأن الحيض يعني يخرج من المرأة وهي في كامل صحتها وعافيتها، بل هو دليل على صحتها، هو دليل على صحتها. فقيد المرأة التي يخرج منها الحيض بأن تبلغ 9 سنين، بأن تبلغ 9 سنين، فأقل من 9 سنين لا تحيض في العادة، لا تحيض في العادة. وذكر الفقهاء أن أقل الحيض هو هذا العمر 9 سنين. هناك أثر من عائشة رضي الله عنها، مع أن بعض العلماء ضعفه، يقول إذا أتى على الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني إذا بلغت البنت 9 سنوات فهي امرأة. هذا الأثر الضعيف ينسب إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي ابنة 6 سنين، ودخل عليها وهي ابنة 9 سنين. هذا العمر وهذا هذه الدماء غالبا تأتي على شكل البيئة التي يعيش فيها الإنسان. هناك بيئات ومجتمعات يصعب يعني يغلب عليها البيئة التسحرية، يعني مجتمعات لا تأكل الطعام الذي فيه الكثير من التنعم، يعني طعام قاسي جدا، وربما مرحلة بلوغ البنت يتأخر بسبب يعني طريقة الغذاء. وهناك مجتمعات مرفهة يعني منعمة، وربما تبلغ البنت وهي 9 سنين، هذه دائما تخضع لهذه الأمور. وهناك في السنن الكبرى الشعبي قال حدثني الشافعي قال رأيت بصنعاء جدة بنت 21 سنة، رأيت بنتا عمرها 21 سنة وهي جدة، وهي جدة، قال حاضت ابنة 9، يعني وجدت الحيض وهي 9 سنين، فتزوجت، تزوجت وأنجبت. بنتها أصبحت 9 سنين فتزوجت هي أيضا وأنجبت، فأصبحت البنت وهي 21 سنة جدة، عندها بنت وعندها حفيدة. وهناك يعني بعض العلماء يقولون أيضا رأينا هذا الشيء في مجتمعاتنا، فهي تخضع للمجتمعات. فالحيض الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين، والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، هو الدم الخارج عقب الولادة، الدم الذي يخرج مع الولادة لا يعتبر نفاسا، والدم الذي يخرج قبل الولادة أيضا لا يعتبر نفاسا. النفاس حصرا هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، بعد خروج الصبي أو الطفلة، نقول هذا دم النفاس، فإنه موجب للغسل، فإنه موجب للغسل. تمام. عقب الولادة بعض العلماء يقولون دم النفاس لابد أن يكون عقب الولادة وقبل 15 يوما، يعني يضعون هذا القيد، فإذا انخرج دم بعد 15 يوما من الولادة نقول هذا الدم ليس دم نفاس،
ربما يعني يتوقعون وربما يعني يذكرون أن امرأة مثلا ولدت ولم يخرج منها دم، فإذا أخرجت هذا الدم بعد 15 يوما نقول هذه دماء إما استحاضة وإما حيض. أما لو أخرجت الدم بعد أسبوع مثلا من الولادة نقول هذا دم النفاس. إذن ذكرنا الأمور التي تختص بها النساء وهي الحيض، والثانية النفاس، والثالث الولادة. الولادة هذه خاصة بمذهب الإمام الشافعي، يعني بقية العلماء لا يقولون الولادة توجب الغسل. سئل الشوافعي لماذا تقولون الولادة توجب الغسل، قالوا الولد هو مجرد اجتماع المني، والمني كانت توجب الغسل، فقال خروجه هو خروج مني ولو كان على شكل إنسان، فهذا يوجب الغسل. والولادة المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعا، والمجردة عن البلل موجبة في الأصح. هنا يعني الشيخ يذكر إذا كان هناك بلل يصاحب عملية الولادة، عملية خروج الولد، يقول الغسل واجب قطعا. أما إن لم تكن الولادة لا يصاحبها بلل، يعني خرج الطفل وهو غير مبلل، يعني هو جاف جدا، نقول هذه أيضا موجبة للغسل في الأصح. تمام، هل يعني من هذا خرجنا عن الأمور التي يشترك فيها الرجال والنساء والأمور التي تختص بها النساء. فصل. وفرائض الغسل 3 أشياء: الفرائض والأركان والموجبات، في اصطلاحات المذهب يعني سواء، الفرض والركن والواجب شيء واحد، إلا في كتاب الحج سنرى أن الإمام يفرق بين الركن والواجب في الحج. فالفرائض هو ما لا بد لصحة العمل وهو في العمل، الفريضة أو الركن هو ما لا بد منه لصحة العمل وهو في العمل. فالشروط كانت هو ما لا بد منه لصحة العمل وهو خارج العمل، مثلا شروط الصلاة الوضوء، هل الوضوء في الصلاة؟ لا، هذه خارج العمل. أما الواجبات والفرائض هي ما لا بد منه لصحة العمل وهي في العمل، وهي وهو في العمل. سنذكر بعض السنن. هناك اختلاف بين العلماء في مسألة هل الكفر من موجبات الغسل إذا كان الإنسان كافرا وأسلم مثلا هل يجب عليه الغسل. الكثير من الصحابة أسلموا ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يغتسلوا، وهناك أوقات أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالغسل. إن شاء الله نصل إلى هذه النقطة في إن شاء الله خلال هذا الدرس بإذن الله تعالى، سنصل إليها ونشرحها إن شاء الله في موضعها. وفرائض الغسل أي الأشياء الواجبة في الغسل 3 أشياء: أحدها النية، أن ينوي الإنسان أنه يغتسل غسل جنابة، غسل رفع حدث، يعني أن ينوي ما يفعله هذه النية، والنية محلها القلب، فينوي الجنب رفع الجنابة. إذا كان الإنسان في جنابة ينوي أن يرفع هذه الجنابة التي تمنعه من الصلاة، أو الحدث الأكبر، يعني يصلح أن يقول أنوي رفع جنابة، أو يقول
الحدث الأكبر، والحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل ونحو ذلك. وتنوي الحائض أو النفساء رفع حدث الحيض أو النفاس، فلا بد من تعيين النية بما أنت مقبل على فعله. فينوي الإنسان أنه يرفع هذا الحدث الذي عليه، وتكون النية مقرونة بأول الفرض، يجب أن تصاحب هذه النية بأول فعل من أفعال هذا الشيء. مثلا عندما تبدأ المياه على رأسك، هذه يجب أن تكون النية مرافقة لهذا، وأنك ترفع الحدث الأكبر عن نفسك. تمام. وهو أول ما يغسل من أعلى البدن، وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله، أو أسفله. الأفضل أن يقتصر على أعلى البدن، لأن غسل الجنابة يبدأ من الرأس ويعني ينتهى إلى القدمين. فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادته. لو مثلا بدأ الغسل ولم ينوي شيئا، فتذكر خلال غسله أنه يفعل غسل رفع جنابة، يجب أن يعيد ويبدأ الغسل من البداية وأن ينوي ما يفعله. وإزالة النجاسة، هذه أولا. الأول كانت يعني النية. الثاني من فروض الغسل هي إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، أي المغتسل، إن كانت هناك نجاسة عينية على بدنك لابد أن تزيلها، لابد أن تزيلها بغسلها، وهو ما رجحه الرافعي وعليه. فلا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة، ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما. هناك فرق أو اختلاف بين الإمام الرافعي والإمام النووي في مسألة هل يعني يكفي الاغتسال عن رفع الجنابة مثلا أو رفع الحدث الأكبر وإزالة النجاسة، هل يكفي؟ فذهب الإمام الرافعي أن رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر لا بد له من غسلة، ولا بد لإزالة النجاسة من غسلة أخرى. فيقول إذا كانت على جسدك نجاسة لا بد أن تغسلها أولا، ثم تنوي أنك ترفع الحدث الأكبر ويعني تغتسل. هذا هو موقف الإمام الرافعي. أما الإمام النووي يقول فلو اغتسل الإنسان ونوى أنه يرفع الحدث الأكبر، فرفعه بهذا الحدث يزيل النجاسة أيضا، فيقول هذه الغسلة تكفي على إزالة النجاسة ورفع الحدث الأكبر. تمام. ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية، ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية، يعني هذه النجاسة نجاسة لا يمكن مسها أو معرفتها. إذا كانت مثلا بولا وجف، يعني لا يمكن أن يرى أثر البول على جسدك مثلا. أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عنهما، هذا محل اتفاق في أئمة المذهب الشافعي. إذا كانت مثلا براز أو غائض على جسدك، يجب أن تغسل المنطقة التي يوجد فيها هذه النجاسة، ثم بعد ذلك يجب أن تغتسل. هذه ثانيا. أولا كانت ماذا كانت أول شيء؟ النية.
ثاني شيء إزالة النجاسة، ثالث شيء إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، هذا هو الفرض الثالث. وفي بعض نسخ بدل جميع أصول، يعني إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة. والبشرة أصول هو يعني المنطقة التي يبدأ بها الشعر، وهي البشرة تحت الشعر. ولا فرق بين شعر الرأس وغيره. هنا يذكر هذا التوضيح، لأننا في الوضوء قلنا إن صاحب اللحية الكثيفة يمسح على ظاهرها، ولا يجب عليه أن يوصل الماء إلى أصولها. أما في الغسل يجب إيصال الماء حتى في اللحية الكثيفة، أصل اللحية الكثيفة، ويجب إيصال الماء أيضا إلى داخل الشعر حتى تصل إلى أصل الشعر. تمام. ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، أي بين الشعر والرأس واللحية وغيرها من المناطق التي ينبت فيها الشعر، ولا بين الخفيف منه والكثيف، ولا بين الخفيف الشعر الخفيف والشعر الكثيف. والشعر المضفور أي المربوط، إذا كان للإنسان شعرا كثيرا وعمل عليه الربطات بطريقة يعني لا يمكن أن يصل إليها الماء أو إلى داخلها، إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض، إلا بالنقض أي بإعادته على شكله، يعني إزالة الربطة من الشعر وجب نقضه، وجب نقضه. الشعر المربوط أو المظفور تمها للضبي أوكري إن لفرفرو، إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض، إلا بالنقض وجب نقضه. والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، ظاهر الجلد، ويجب غسل ما ظهر من سماخي أذنيه ومن أنف مجدوع ومن شقوق بدن، ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة. هنا يذكر الشيخ جملة من المناطق التي ربما لا يصل إليها الماء في حال الغسل، يقول ويجب غسل ما ظهر من صماغيه. الصماغ هي هذه المنطقة الظاهرة من الأذن، من الأذن، يقول يجب إيصال الماء إلى هذه المنطقة الظاهرة، لا يجب أن يدخل الماء إلى داخل الأذن، لكن يجب غسل هذه المنطقة حتى يعني هذه المنطقة الظاهرة. ويجب أيضا من أنفه المجذوع، إذا كان هذا الأنف مقطوع مثلا من هذا الإنسان يجب أن يوصل أيضا الماء إلى الجزء الظاهر من الأنف. ومن شقوق البدن، إذا كان الإنسان مثلا كان إنسانا سمينا ونحف فأصبح لجلده شقوق، يعني هذه الشقوق يجب أن يوصل الماء إليها. ويجب إيصال إلى ما تحت القلفة، القلفة هي الإنسان الرجل غير المختون، غير المختون، هناك جلدة على حشفته، يجب أن يعني يرجع هذه الجلدة، ويجب أن يغسل ما تحتها، يجب أن يغسل ما تحتها، هذه تسمى القلفة، وهي الجلد التي تقطع في حال الختان. قال ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من الأقلف، هو غير المختون، الإنسان غير المختون يجب أن يغسل هذه المنطقة، وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها، يعني تجلس في وضعية قضاء الحاجة وتغسل ما يظهر من الفرج.
ومما يجب غسله أيضا المسربة، والمسربة هي حلقة الدبر، يجب أن يغسل هذه أيضا لأنها تظهر في وقت قضاء الحاجة فتصير من ظاهر البدن، أي تصبح من ظاهر البدن، يجب غسل هذه المناطق كلها. إذن ينبه الشيخ أو الشارح أن غسل الجنابة أو غسل لرفع الحدث يجب أن يشمل هذا الغسل جميع البدن، حتى يعني هذه المناطق التي ربما لا يصل إليها الماء. وسننه أي سنن الغسل 5 أشياء، هذه كانت فرائض الغسل، فرائض الغسل وسننه 5 أشياء. أولا التسمية، أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أقلها بسم الله وأكثرها بسم الله الرحمن الرحيم، فليقول في مكان قضاء الحاجة، الأفضل ألا يقولها في الحمام ويقولها في الخارج، الأفضل كذلك، وهي سنة، لأن وبعض العلماء يقولون يعني يمكنه قولها بنية الذكر وليس بنية القرآن، ليس بنية قراءة القرآن، بنية أنها سنة وذكر. الأفضل أن ننزه هذه المناطق. هناك يعني بعض العلماء يعني يفرقون بين مكان قضاء البول والغائض ومكان الاغتسال في الحمام نفسه، يقولون هذه المنطقة التي تجلس فيها لقضاء حاجتك هي التي لا يجوز أن تذكر فيها اسم الله، أما المنطقة الأخرى الدش مثلا، المكان الذي تغتسل فيه، هي منطقة ثانية وليس فيها نجاسات، فيقولون هذه المنطقة تستطيع أن تذكر اسم الله فيها. هناك يعني تفرقة، الأفضل أن يعني ألا يقولها في هذا الحمام ويقولها خارج الحمام. وسننه أي الغسل 5 أشياء، الأول التسمية وهي بسم الله الرحمن الرحيم، والوضوء كاملا قبله، الوضوء كاملا قبله، أن يتوضأ قبل أن يبدأ عملية الغسل، وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر. هناك جنابة، هناك جنابة، قلنا أن الإنسان يكون متوضئ وجنب، مثلا إذا احتلم الإنسان وهو ممكن مقعده من الأرض نقول وضوءه لم ينتقض لكن عليه جنابة، فحال فعله الوضوء مثلا ينوي أنها سنة، سنة الغسل، لأنه ليس عليه حدث أصغر، ليس عليه حدث أصغر، وإلا نوى به الأصغر، وإلا نوى أنه يرفع حدث الأصغر. وإمرار اليد إلى ما وصلت إليه من الجسد، سننه، السنة الأولى كانت التسمية، السنة الثانية كانت الوضوء، السنة الثالثة هي أن تمرر بها جسدك، فلو مثلا وقفت تحت الدش وأوصلت المياه إلى جميع بدنك دون أن تلمس شيئا، دون أن تلمس شيئا جاز لك، يعني رفعت جنابته أو رفع الحدث الأكبر. أما من السنة أن تمرر وتلمس بها ما تصل إليه من جسدك، ما تصل إليه يدك من جسدك، ويعبر عن هذا الإمرار بالدلك، الدلك هو أن تفعل يعني أن يكون هناك احتكاك بين يدك وبين الجسد. والسنة ذكرنا الوضوء،
قبلها، وذكرنا أيضا التسمية، وذكرنا أيضا إمرار الجسد أربعة، والخامسة هي الموالاة. الموالاة أي أن يكون الغسل من بداية الرأس إلى نهاية القدمين أن يكون في دفعة واحدة، ألا تغسل رأسك مثلا وتنتظر حتى يجف ثم تغسل بقية جسدك مثلا، هذه ليست من السنة. السنة أن تغسل كلها مرة واحدة، ألا يجف العضو الأول قبل أن تغسل العضو الذي يليه. وتقديم وسبق معناها في الوضوء، أي ذكرنا ما هي الموالاة في الوضوء. وتقديم اليمنى من شقيه على اليسرى، يعني أن تغسل الجهة اليمنى أولا ثم تغسل الجهة اليسرى، تبدأ باليمين ثم باليسار، هذه من السنة. وبقي من سنن الغسل أمور مذكورة في المبسوطات، منها التثليث، أن تغسل كل عضو ثلاثة مرات، وتخليل الشعر، أن تدخل يديك في شعرك وتتأكد أن الماء وصل إلى داخل الشعر. لم يذكر هنا صاحب المتن أبي شجاع ولا الشارح مكروهات الغسل، ولم يذكر أيضا شروط الغسل. نذكر من مكروهات الغسل الإسراف في الماء كمكروهات الوضوء. مكروهات الوضوء كان من بينها الإسراف في الماء، وترك التيامن، أن تبدأ من اليمين ثم الشمال، يعني هذه من مكروهات الغسل. ترك الوضوء مثلا، ترك الوضوء كاملا، هذه من مكروهات الغسل. الزيادة على ثلاثة مرات أيضا من المكروهات. ومن شروط الغسل أيضا التي لم يذكرها الشيخ الإسلام، العقل، التمييز، الماء المطلق، الماء الذي تغتسل به أن يكون ماء مطلق، ألا يكون هناك حائل، شيء يمنع وصول الماء إلى بشرتك وإلى شعرك، كل هذه أيضا من الشروط. ويسن أيضا التجديد للوضوء، ولا يسن التجديد للغسل، يعني يسن من السنة أن تتوضأ لكل صلاة، هذه من السنة. ولو كنت متوضئا أن تجدد هذا الوضوء، لكن في الغسل ليست من السنة أن تجدد الغسل، أن تغتسل مرة ثانية ليست من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث صحيح، حديث أنس، قال كان يتوضأ عند كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، ولم يرد أنه كان يتوضأ عند كل أنه كان يغتسل عند كل صلاة، يعني لتجديد الغسل. فصل. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا، الاغتسالات السنة 17 غسلا. تفضل حبيبي. ليس بهذا الإطلاق خروج المني من شخص متمكن مقعده من الأرض، نقول هذا الإنسان لم ينتقض وضوءه لكن وجب عليه غسل الجنابة. غير إذا كان غير متمكن من الأرض، إذا كان غير متمكن من الأرض، إما أن يخرج هذا المني باحتلام فانتقض وضوءه باحتلام لأنه لم يكن متمكنا من الأرض، وإما أن يكون يعني إيلاج مثلا بجماع أيضا ينتقض وضوءه ويجب عليه الغسل. الحالة الوحيدة التي استثنى منها العلماء بأن الوضوء لا ينتقض هو الحالة التي يكون فيها متمكن مقعده من الأرض.
أما بقية الحالات هي من الأشياء التي تنقض الوضوء. تمام. فصل أو باب: والاغتسالات المسنونة 17 غسلا، أي الأشياء التي يسن فيها، المرات التي يسن فيها أن يغتسل الإنسان 17 مرة أو 17 حالة. غسل الجمعة، الأول هو غسل الجمعة، والدليل على غسل الجمعة حديث ابن عمر الذي أورده البخاري في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فهذا أمر واضح وصريح على أن غسل الجمعة واجب، صح؟ هناك حديث آخر حرف وأخذ من وجوبية هذا الحديث إلى الندبة أو السنية، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه الذي أورده الإمام الترمذي في سننه، قال: وهذا الحديث حسن، قال: من توضأ للجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هناك تخيير بين الغسل والتوضؤ، هناك تخيير، فهذا التخيير دل على أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب وإنما سنة، إنما سنة. فغسل الجمعة سنة لحاضرها، الإنسان الذي يأتي إلى صلاة الجمعة من حقه، يعني يسن له أن يعني يغتسل، يسن له أن يغتسل. هناك حالات الأمور المسنونة تصبح فيها واجبة، من يعرف؟ مثلا صلاة، أن أصلي ركعتين بعد العشاء سنة، صح؟ هناك حالة تجب علي أن أصلي الركعتين بعد العشاء أو أن أغتسل للجمعة، لا، هذه الحالة هي حالة أوجبت فيها على نفسي، وهي النذر. النذر إذا قلت سأفعل هذا الشيء المسنون، إذا الله سبحانه وتعالى رزقني بهذا، أو الله سبحانه وتعالى شافاني، أو نجحت في هذا الاختبار، سأفعل هذه السنة. هذه السنة تكون في حقي واجبة وليست سنة، لأنها نذر، لأنها نذر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. تمام. غسل الجمعة لحاضرها، ووقته من الفجر الصادق، يعني يبدأ وقت غسل الجمعة عند صلاة الفجر، الفجر الصادق هو وقت دخول صلاة الفجر. وغسل العيدين، وغسل العيدين الفطر والأضحى، والأضحى يستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر الصحابة اجتهادا في تطبيق السنة، ابن عمر إذا قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في هذا الطريق يوما كان يجتهد أن يمر في نفس الطريق، كان من يعني أكثر الصحابة اجتهادا في تطبيق السنة. يقال أن أورد الإمام مالك في كتابه الموطأ أن ابن عمر كان يغتسل قبل صلاة عيد الفطر، كان يغتسل، ويدل هذا على أنها من السنة. وبعض الفقهاء أخذوا من سنية العيدين قياسا على صلاة الجمعة، هي وقت يجتمع فيها المسلمون في هذا المكان، فالأفضل أن يتنظف ويغتسل كل مرء
لتطيب الرائحة في هذا الوقت. ويدخل وقت هذا الغسل. الفرق بين غسل الجمعة والعيدين، هناك فرق بين غسل الجمعة والعيدين. غسل الجمعة هو لصلاة الجمعة، من يأتي لصلاة الجمعة يسن له أن يغتسل، يسن له أن يغتسل. أما المسافر والشخص الذي يعني لا يستطيع أن يأتي إلى صلاة الجمعة، يعني يستطيع أن يتركها عادي. أما السنة الأفضل من يأتي إلى صلاة الجمعة أن يغتسل. أما في العيدين فهي لذات اليوم، يعني للعيد نفسه، أغتسل للعيد وليس لأنني سأذهب إلى صلاة العيد مثلا، فهو غسل لليوم وليس لحضرة صلاة العيد. وغسل العيدين الفطر والأضحى، ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل، بنصف الليل. والاستسقاء أي طلب السقيا من الله، إذا يعني لم يكن هناك موسم الأمطار مطر، فيسن للناس أن يخرجوا لطلب المطر من الله سبحانه وتعالى ويعملوا الاستسقاء. والخسوف للقمر والكسوف للشمس، هذه الأغسال الثلاثة، الاستسقاء، الخسوف، الكسوف، لا دليل عليها، لا تستند إلى دليل شرعي قوي. والغسل من أجل غسل الميت، والغسل من أجل غسل الميت. غسل العيدين ذهب إلى استحبابه جمع من العلماء، منهم ابن عباس، ابن عمر، عائشة، الحسن البصري، إبراهيم النخعي، الشافعي، أحمد، إسحاق بن راويه، أبي ثور، منذر ابن المنذر وأصحاب الرأي، ورجحه ابن قدامة، يعني الكثير من العلماء رجحوا أن هذا العيد سنة، أن هذا العيد سنة. تمام. والغسل من أجل غسل الميت، هناك حديث رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أي من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث يعني ظاهره يدل على الوجوب. هناك حديث آخر أو أثر لابن عباس، أثر لابن عباس أخرجه الحاكم والبيهقي ورجحه الألباني أنه موقوف. ما هو الموقوف؟ أيوة. أصحاب المصطلح، الحديث الموقوف، ما هو الحديث الموقوف؟ تفضلوا. تمام. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان السند متصلا أو غير متصل، هذا هو الموقوف. هذا يعني حديث يتوقف على هذا الصحابي، هذا الصحابي لم يقل أرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موقوف على هذا الصحابي. فهذا الأثر ابن عباس قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا الأثر يقول أنه لا يجب عليك أن تغتسل لأنك غسلت ميتا، فيعني أوضح السبب فقال: إن ميتكم ليس بنجس. الإنسان حيا أو ميتا لا ينجس، ليس نجسا،
فيكفي أن تغسل بها يديك من غسله مسلما كان أو كافرا. وغسل الكافر إن لم يجنب في كفره وغسل الكافر إن لم يجنب في كفره يجب على الكافر إذا أجنب إذا أصابت الجنابة أو الإمرأة إذا استحاضت إذا أصابها الحيض أو النفاس في حال كفرها يجب عليها أن تغتسل إذا أسلمت. هذا هو قول بعض العلماء. وبعض العلماء يقولون لا يجب عليها. من يقول يجب عليها يقولون أن غسل الجنابة وغسل رفع الحدث الأكبر من شروطه الإسلام، ففعل الكافر لا يصح، ومن شروطه النية، ومن شروطه يعني أن تفعله بطريقة مخصوصة، والكافر الظاهر أنه لم يفعل كل هذه الأمور، فيقول يبقى عليه الجنابة وتبقى عليه يعني النجاسة، فإذا أسلم يجب أن يتنظف وهناك بعض العلماء يقول لا يجب عليه بسبب أن الإسلام يهدم ما قبله، يعني إذا أسلم الإنسان يكون يومه الأول كيوم ولدته أمه، لا يكون عليه لا ذنب ولا معصية ولا إثم ولا أي شيء آخر، فبمجرد دخوله الإسلام سقط عنه كل شيء. ومن ضمن ما سقط عنه هذه الأمور غسل الجنابة وغيرها من الأمور التي تذكرونها. تمام. فقال إن لم يجنب في كفره أو لم تحض أو لم تحض الكافرة وإلا وجب الغسل بعد الإسلام في الأصح، وجب الغسل بعد الإسلام في الأصح. وهذا كما ذكرنا مذهب مرجوح عنه وليس الراجح. وقيل يسقط، هنا ذكر أن بعض الشافعية يقولون أيضا أنه يسقط عنه هذا الغسل بسبب أن الإسلام يهدم ما قبله والدليل على هذا حديث عمرو بن العاص الذي أورده الإمام الألباني في الترغيب والترهيب، قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك، فبسط يده فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. هذا الحديث يدل على أن الإسلام يعني دخول الإسلام يعني يزيل ما كان قبله من أمور الجاهلية. قال إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، أيضا من السنة على المجنون والمغمى عليه، من فقد عقله بسبب الإغماء أو بسبب الجنون إذا أفاق، إذا عاد لهما عقلهما ينبغي أن يغتسل. ولم يتحقق منهما إنزال، فإن تحقق منهما وجب. إذا لم يتحقق منهما إنزال يعني إنزال المني نقول في حقهما ينبغي أن يغتسل هناك قول ينقل من الإمام الشافعي قال قل من جن إلا وأنزل، يعني بمجرد أن يصيب الإنسان الجنون عافانا الله وإياكم يعني ينزل منه المني.
ويستدل العلماء أيضا في هذا الإغماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرض الموت الذي توفي فيه كان يغمى عليه فيطلب دلوا أو إناء من ماء ويصب عليه ويقول أصلى الناس. بهذا الفعل يعني استدلوا على أن الإغماء والجنون وكل ما يزيل عقل الإنسان يجب عليه أو ينبغي عليه أن يعني أن يغتسل إن لم يتحقق منه إنزال، فإن تحقق ورأى أثر المني وجب عليه، وجب الغسل على كل منهما. والغسل عند إرادة الإحرام، والغسل عند إرادة الإحرام أي عندما يريد الإنسان أن يحرم حجا أو عمرة ينبغي أيضا له أن يغتسل، وهذه من سنن الغسل. ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره، يعني لا يميز بين إذا كان هذا الإنسان المحرم طفلا صغيرا أو شخصا بالغا، كلاهما ينبغي أن يغتسل للإحرام. ولا بين مجنون وعاقل، ولا بين مجنون وعاقل، فإن لم يجد المحرم الماء تيمم. يقول بعض العلماء كان الأفضل لو أسقط لفظ المحرم من هذه لكان أفضل، فإن لم يجد الماء تيمم، لأن فقد الماء أيضا من أسباب وجود التيمم. إذا فقد الماء ولو كان محرما ولو كان غير محرم جاز له أن يتيمم. فهنا يذكر هذه الأغسال سنة، غسل الجمعة سنة، فإن لم يجد ماء، إن لم أجد ماء أغتسل به، أو وجدت بعض الماء وهذا الماء لا يكفي أن أستخدمه للشرب وللغسل، أفضل أن يبقى هذا الماء معي للشرب وأتيمم لصلاة الجمعة، أتيمم لصلاة الجمعة. فهذه الأغسال المسنونة كلها يعني إن لم يجد الإنسان الماء يتيمم لها، وإن شاء الله يجد الأجر والثواب من هذا. والغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمرة، مجرد دخول مكة من أسباب التي يسن فيها، من الأمور التي يسن فيها أن يغتسل، أن يغتسل. والدليل حديث ابن عمر الصحيح الذي أورده الإمام الألباني رواية الغليل، في رواية الغليل قال من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، إذا أراد أن يدخل مكة، هذه من السنة. وابن عمر رضي الله عنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، هذا واد قرب مدينة مكة، كان يبيت ليله في هذا الوادي حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، يذكر أن هذا الفعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تمام تمام. وللوقوف بعرفة أيضا من السنة أن يغتسل الإنسان في تاسع ذي الحجة، في تاسع ذي الحجة أن يغتسل للوقوف على صعيد عرفات. وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث، الجمار الثلاث هي جمرة العقبة الوسطى والصغرى، هذه الجمار الثلاثة ينبغي له أن يغتسل لفعلها. مسألة الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاثة ولرمي الجمار الثلاثة ليس عليها دليل من حديث أو يعني
ليس عليها دليل من السنة في أيام التشريق الثلاثة، فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا. يقول أنه يغتسل لرمي كل يوم منها غسلا. أما رمي جمرة العقبة في يوم النحر فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف بعرفة. هذه الأغسال كما ذكرنا ليس عليها دليل قوي. والغسل للطواف الصادق بطواف قدوم وإفاضة ووداع، هذه الطوافات الثلاث التي يفعل فيها الحاج، طواف القدوم وطواف إفاضة وطواف وداع، هذه طوافات يقول من السنة أن يغتسل لها، وهذه أيضا ليس عليها دليل. وبقية الأغسال المسنونة مذكورة في المطولات في الكتب التي تطول في شرح الكثير من يعني التفاصيل، منها الغسل لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، ومنها الدخول للحرم، ومنها الغسل لحلق العانة، منها الغسل لبلوغ السن يعني عندما يبلغ الطفل سن البلوغ، منها الغسل لكل ليلة من ليالي شهر رمضان، منها الغسل لكل اجتماع يجتمع فيها المسلمون في مكان، وغير ذلك كدخول المسجد ولو غير الإحرام وغير الحرم يعني كما قاله ابن حجر. هنا إن شاء الله نتوقف في هذا الجزء بإذن الله تعالى، ونبدأ في درسنا القادم مسألة المس على الخفين بإذن الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أي أسئلة في الموضوع حبيب؟ أي فضل، الله يبارك فيك. يعني الغسل لصلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف والكسوف، قلنا دائما عندما نذكر شيئا بالتحديد من الفقه لابد أن يكون هذا الشيء له يعني سند أو دليل قوي من الكتاب أو من السنة أو من إجماع العلماء أو من القياس الصحيح، لابد له أن يكون له هذا الدليل. ذكرنا أنه وحير بس بينا إن شاء الله، وحير بس بينا إن شاء الله، ذكرنا أنه لا يوجد دليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الغسل لصلاة الاستسقاء مثلا أو لصلاة الخسوف والكسوف. أما من إذا أخذنا العموم كل اجتماع يجتمع فيها المسلمون من السنة أن تغتسل فيه. وإذا نظرنا الحالة التي كانت عليها، الأوضاع التي عاش فيها الصحابة، مدينة رسول الله والمكة المكرمة من البلدان الحارة والإنسان يتعرق، والأفضل إذا يجتمع مع الإنسان ألا يوجد منه هذه الرائحة، رائحة العرق، الأفضل أن يتطهر ويغتسل وينظف بدنه، هذا هو مطلق الاجتماعات. أما الاجتماع المحدد أنا أقول هذا الاجتماع يسن فيه فعل كذا وكذا، لابد أن يكون معي دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح. أي سؤال؟ جزاكم الله خيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.